ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه النهارده؟ لكم فيديو جديد. فيديو النهارده اقسم بالله فيديو جامد جدا جدا جدا. النهارده بقى معانا حاجات مستورده بالدولار، يعني لا مش بالمصري، احنا عدينا ليفل المصري ده بشويه. النهارده بنبيع حاجات بالدولار جايه من بره مستورده. بس قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، ما تنساش تعمل لايك الفيديو، لازم توصل 500 لايك. الفيديو النهارده مميز جامد جدا جدا جدا. هسيب لك برده رابط الانستجرام تحت في الديسكربشن، لو عندك حاجه حابب تبيعها من خلال القناه، حاجه حابب تستفسر عنها، حابب تسالني اي سؤال، برد على كله على الانستجرام. اعمل لي فولو وبعت لي رساله وان شاء الله هرد عليك بسرعه جدا جدا جدا، لان انستا انا فاتح فيها على طول، برد على كله هناك غير اي برنامج تاني، مش زي الواتس يعني. وبرده هسيب لك رقم التليفون بتاع الواتس عشان برده لو حابب تبيع اي حاجه من خلال القناه، بتتباع برده من خلال الواتس عادي جدا، بس بتاخر شويتين ثلاثه يعني، مش قوي تمام، ولكن بتاخر شويه عن الانستا لان الواتس بيبقى عليه رسائل كتير فبتاخر شويه. هسيب لك رقم التليفون بتاعي على الشاشه، عندك كلب حابب تبيعه تواصل معايا، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك بيتعرض من خلال القناه وبيدعم من خلال القناه. يلا شباب نخش في الفيديو من غير رغي كتير، ما تنساش تشترك في القناه، عايزين نخش على 60000 مشترك. يلا طيب يا حبايب قلبي، نبتدي باول حاجه معانا حاجه بريس كناريو. اول حاجه اول مره اعرضها على القناه، حاجه اول مره اعرضها على القناه يعني بريس كناريو. عندها 3 شهور ونص تمام. شرس بيقول لي سرعه البيع هيعرضه ب 3000 جنيه قابل للتفاوض. تعالوا كده نتفرجوا على الكلب مع بعض. الكلب بسم الله ما شاء الله مستواه حلو قوي. انا ما عرضتش قبل كده بريس كناريو، ولكن اللي انا اعرفه ان هو بيبقى بوزه رفيع شويه عن البيتبول، بيبقى اغلى برضه عن البيتبول، جمجمته بتبقى يعني اطول كده، وبيبقى لونه في برندل شويه تمام، يعني لونه بيبقى مختلف شويه، بيبقى كلب مميز شويه او جامد عن البيتبول بكتير. فكلب مستواه حلو قوي قوي قوي، مطلوب في 3000 جنيه. انا معرفش اسعار البريس كناريو ماشيه ازاي في السوق يعني، ما عرضتهوش قبل كده، ف يعني محدش يقول لي تحت في الكومنتات غالي رخيص الكلام ده كله، ان انا معرفش اساسا سعره كام تمام. فاسيب لك رقم التليفون على الشاشه، عجبك الكلب تواصل مع صاحبه. معانا بقى كلب جيرمان شيبرد شولاين، العمر سنتين، المكان الشرقيه ابو كبير. بيقول لي كلب جدع جدا وبيحرس وبيمسك عصيان، بس مش بيلبس كمامه. بيقول لي يصلح للحراسه كويس جدا جدا جدا. في كاسحه وفي شعرية لونج هير دل الارض. السعر 3800 جنيه. طبعا الكلام اللي انا قلته ده كله على كلام صاحبه. تعالوا كده اتفرجوا على الكلب مع بعض. الكلب فعلا شعرية لونج هير، الوان حمراء، فعلا الدير اللي يعتبر اهوت في الارض خالص. الكلب ماسكه حلو، مش احسن حاجه ولكن حلو شغال. الودان برده مش احسن حاجه، ولكن الكلب كشعرايه الوان كويسه جدا. الكلب كاسح فعلا، في لف الدار كويسين جدا. الكلب فيه مواصفات جامده قوي. بالنسبه ل 3800 جنيه، لا ممكن 3800 جنيه قابل للتفاوض البسيط تمام. طبعا هو بيقول لي كلب شغال حراسات، فدي ميزه جامده جدا والناس ياما بتطلبها، فماشي شغال. معانا بقى حاجه بيتبول او بولي، تقريبا دي بولي تمام. الجرويه عندها 48 يوم، مطلوب فيها 2500 جنيه، مكان حدائق القبه. بس بسم الله ما شاء الله، عين زرقاء، الوان بلو جامده جدا، بلو نوز، بسم الله ما شاء الله، حاجه ما فيهاش بوس خالص. الجرويه بتتكلم عن نفسها من غير ما تشوف الاهالي، انا اضمن لك الجرويه ديت. مطلوب فيها 2500 جنيه، السعر مناسب جدا جدا جدا، سعرها جامد قوي وشكلها بسم الله ما شاء الله بصراحه، ومستواها بيتكلموا عن نفسها. الكلبه بسم الله ما شاء الله، ولا محتاج تشوف اهالي، ولا محتاج تشوف اب وام، ولا محتاج اي حاجه، لان الجرايه بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبها. معانا برده نفس الشخص، دكر روت وايلر للجوازات. تمام. ما اتفقش معايا او ما قاليش سعر، هو دكر للجوازات تمام. انت تواصل معاه يشوف الدنيا بتقول ايه. مكان حدائق القبه برضو، هما نفس الشخص، الجروايه والكلب الروت دول تبع بعض يعني. المكان حدائق القبه، تواصل معاه. لو الذكر عجبك وعندك متاح حابب تتجوزها وانت قريب منه، تواصل معاه. المكان حدائق القبه زي ما قلنا مستواه شغال قوي، هو اي نعم مش باين من الكمامه، ولكن مستواه حلو تمام. معانا بقى الحاجه المستورده لفيديو النهارده واللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، هو شخص بعت لي الكلب دوت وقال لي ان هو مستورد تمام، مطلوب فيه 4000 دولار تمام. بالنسبه بقى لان هو صوره الشخص ده ان هو شخص كبير، فعشان كده انا ما شكتش في كلامه. انا كنت في الاول بصراحه مقلق ان انا اعرض حاجه زي دي في القناه عشان برضو الناس ما يضحكش عليها، ولكن الشخص واضح ان هو شخص كويس يعني، شخص شكله محترم جدا وشكله بيتكلم بجد تمام. فمطلوب فيه 4000 دولار، بيقول لي عشان مستورد واهاليه مستورد، وما دام مستورد يبقى الورق بتاعه معاه. هسيب لك رقم التليفون للتواصل. طبعا اللون بتاعه تري كولر مش منتشر قوي في مصر،
ولكن ما شاء الله المستوى تحفه، حاجه دبابه جدا. وده المقصوصه اكيد واخد تطعيماته ما دام بورقه، يبقى واخد كل حاجه ومتظبط اصلا من قبل ما يجي، اكله وشربه وتطعيماته، والكلب متروق عليه كتير جدا. الكلب حاجه بلو نوز تقريبا، مناخيره دي بلو نوز مش ريد نوز، عين زرقاء. بسم الله ما شاء الله جامد قوي قوي قوي. طبعا كلب تري كولر مطلوب فيه 4000 دولار، تمام، مش بالجنيه المصري، 4000 دولار، يعني حوالي 120,000 جنيه مصري، متخيلين الرقم؟ تمام. بس كان بالنسبه ان هو بورق وكده، على عادي، في حاجه بتوصل اكتر من كده كمان، فانت ما تشغلش بالك قوي. فعلا الكلاب بتوصل الاسعار دي عادي جدا، ولكن لو بورقه ومعاه بيديجري وشهاده نسب والكلام ده كله، تمام. اسيب لك رقم التليفون على الشاشه، تواصل مع صاحبه لو انت معاك المبلغ ده، تواصل مع صاحبه، تقريبا مفيش حد بيتفرج عليا مع المبلغ ده اساسا، تمام. معانا بقى حاجه جيرمان للجوازات، لف الظهر، كاسحه، ديل فوق الارض، سنه، شعريه لونج هير، الوان حمراء، والماسك اللهم صل على النبي، والودان السبعة، كل المواصفات اللي احنا قلناها دي جامدة جدا جدا جدا. الدكر ده جوازات، وفعلا ديلو طلع جرار للارض، عفوا قلت لك ديلو فوق الارض سنه، لا ديل جرار للارض. فما شاء الله الكلب بسم الله ما شاء الله فيه كل المواصفات الجامده جدا اللي تجيب لك جراوي مستوياتها تحف تحف تحف، تمام. ركز في كلمه تحف دي قوي، لان الكلب ده بسم الله ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. تواصل مع صاحبه لو انت عجبك الكلب، تواصل معاه، شوف الدنيا بتقول ايه، شوف الاتفاق على ايه. برضه ما بحبش اقول سعر جوازه او اتفاق للجوازه، لان هي ممكن تختلف من شخص لاخر، وعلى حسب مستوى النتايه، على حسب مكان الشخص، وعلى حسب ما انت تتعامل مع الشخص ويكون في ارتياح وكده، تمام. معانا بقى حاجه روت وايلر للبيع، نتاية روت وايلر حامل، مطلوب فيها 3500 جنيه، نتاية دي حلوة قوي لو انت تاجر، حلوة قوي 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 ليك، تمام. مطلوب فيها 3500 جنيه قابل للتفاوض. المكان ابو الوفا، بعد البنزين مش عارف ايه كده، المهم دار السلام القاهره، يعني المهم ان هو في القاهره في الاول في الاخر يعني، تمام. النتايه ديت بسم الله ما شاء الله لقطه لناس كتير على فكره، النتايه الحامل الروت ديت لقطه لناس كتير جدا، وهيبقى هتبقى تقلبه حلوه، هتجيب لك جراوه كويسه جدا. نشوف فيديو الجواز عشان تتاكد، لو هي برضو في اليوم ال 30 او حاجه اعمل لها سونار. بس عموما 3500 جنيه في كلبه روت متجوزه مش فلوس يا جماعه، بالذات لو متجوزه وانت متاكد ان هي متجوزه، اقسم بالله ما هي فلوس، لان اصلا سعر الروت ولا كلنا عارفينه اسعاره معديه، تمام. هي اي نعم مستواها مش قد كده، ولكن نقول كلبه متجوزه ب 3500 جنيه حلو قوي قوي قوي، تمام. معانا برضو نفس الشخص كلاب جيرمان، دكرين وانتايه تقريبا، تمام. الدكر للبيع، دكر كبير شرس ومعاه شهاده التطعيمات كامله، السعر المطلوب فيه 4000 جنيه، انا طبعا هو بعت لي الصور للثلاثه مع بعض، فانا مش عارف حدد فين الدكر وفين النتايه، تمام؟ فانا عرض لكم الصور كلها مع بعض، انا بس عارف شكل الجرو لان الجرو شكله صغير، تمام؟ الدكر مطلوب فيه 4500 جنيه، تواصل معاه، بصراحه كل الكلاب اللي عنده جامده قوي، فاحنا مش هنتكلموا في تقليب لان كلهم اجمد من بعض. معانا برضو جرو 5 شهور شهاده التطعيمات، سومني وحشرات وديدان معاه، بيقول لي شراسه فطريه، نفس سعر الدكر الكبير اللي هي 4000 جنيه، دوت انا عرض لكم صورته لان انا عارف شكل الجرو اللي فيهم، وبسم الله ما شاء الله في ماسك، في ودان كويسه جدا، وفي لف الظهر حلوه جدا، والوانه جامده جدا، يستاهل السعر دوت. معانا برضو انتايه شغاله ومطعمه، بس مش معاها شهاده التطعيمات، العمر سنه ونص، مطلوب فيها 5000 جنيه، خلفت مره واحده بس، تمام. بيقول لي برضو ان الدكر الكبير اللي احنا عرضناه في الاول ده عمره سنه و11 شهر بالظبط، اتجوز 3 مرات، تمام، كلهم نفس المكان بتاع الكلب روتويلر اللي هو دار السلام القاهره، تمام. هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، عجبك الكلب وعجبك التقليبات اللي احنا عرضناها دي كلها، تواصل مع صاحبه وشوف الدنيا بتقول ايه. وبس يا حباب قلبي، نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو انا متاكد الفيديو هيعجبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، كما اخوكم تريكس، سلام.